ها وصلت دينا؟ اه وصلتها فين؟ وصلتها مطرح ما وصلتها بقى يا عم جابر. ايه يا ابني مالك؟ مالك وشك مخطوف كده ليه؟ مفيش. لا في حاجة، اوعى تكون زعلان من ساعة الصبح. قول يا ابني، فضفض، قول اللي جواك. بنتي تعبانة شوية. ألف سلام عليها، مالها؟ تعبانة من إيه؟ مرضانة بقالها كام يوم، والدكاترة اللي عارفين السخونة سببها إيه ولا عارفين ينزلوا درجة حرارتها، ومراتي خدتها وراحت الحميات، الدكاترة قالوا لها احتمال يكون في فيروس في المخ. أنا خايف عليها أوي يا عم جاب. ما تخافش يا ابني ما تخافش، لا إله إلا الله. وإيه اللي بيحصل في بيتك ده؟ بنتك عيانة وابنك بيتجبس ومراتك كل شوية عند الدكتور. اوعى تكون يا ابني بتكذب ربنا في حاجة أو بتدخل قرش حرام على بيتك. حرام يا عم جابر؟ راجل سواق على باب الله، هأكلهم منين حرام يعني؟ والله بقى أنت أدرى بنفسك. الدنيا دي يا ابني هات وخد، داين تدان. وبعدين بقى أنا بصراحة قلبي مش مرتاح لك، واللي بيحصل في بيتك ده ليه سبب وحكمة. جايز تكون قرصة ودن أو إشارة من ربنا بيقول لك فوق فوق والحق نفسك. ربنا يمهل ولا يهمل، وبعدين لو في شر لحد في قلبك هيتردلك، وهيتردلك في أقرب الناس ليك. ومين بقى أقرب الناس ليك غير ولادك؟ ايه يا ابني بتعيط ليه مالك؟ في ايه يا ابني مالك؟ في كتير يا عم جاب. قول يا ابني مالك؟ قول. اتكلم يا عم جاب. اتكلم. اتكلم واقول كل حاجة. قول. والنبي يا رب، والنبي يا رب ما توجع بنتي بذنبي يا رب وبوسختي. هتكلم واقول كل حاجة، بس هقول لمدام هانية كل حاجة. هتكلم واقول كل حاجة. اقعد يا عمر. قول لي بقى كنت عايز تتكلم معايا فين؟ والله يا مدام انا عارف ان انتوا كنتوا عايشين عيشه كويسه قبل وفاه محمد بيها الله يرحمه. عم جابر حكى لي كل حاجه، بس دلوقتي الوضع اتغير. لا كريم هو كريم، والانسه دينا نبوس ايدينا وش وظهر ونحمد ربنا ان احنا وصلنا في الوقت المناسب. بس الوضع ما اتغيرش بسبب وفاه محمد بيه، لا الوضع اتغير من ساعه ما حضرتك لقيت التليفون وكنت شاكه ان هو بيخوني. عرفت الكلام ده منين؟ يا مدام انا اعرف الاهم من الكلام ده. انا ما جيتش البيت صدفه. يعني ايه ما جيتش صدفه يا عامر؟ ما في حد بعتني الشركه وقال لي اني اروح اقدم نفسي على وظيفه سواق هناك. واستنيت محمد بيه وقابلته وعرفته ظروفي وقدمت له اوراقي. وقال لي حظك كويس انا محتاج سواق في البيت. وجيت هنا اشتغلت. مش فاهم مين الحد ده؟ واحدة ربنا ينتقم منها ويسامحها، اسمها ليلى. كانت بتأجر عربيات من شركة ليموزين وكانت بتطلبني أنا بالاسم. وفي يوم كنت موصلها وبطلع لها شنط فوق وقالت لي ادخل أنا عاوزاك. ودخلت. اقعد يا عمر عشان الموضوع هيطول. ما يطول، شرف للي جابوني. وأمورين. خد خلي دول معاك. كتير والله. بص يا عمر، أنا عارفة إن ظروفك صعبة. شباب وانا دخلك مش قد كده، وفي نفس الوقت انت معايا بقالك سنين وانا باثق فيك جدا وانا تحت امر. فانا هكلفك بمهمه لو عرفت تعملها يبقى اتفتحت لك طاقه القدر، والمهمه دي دخلها مش اقل من 6000 جنيه في الشهر مثلا. 6000 جنيه؟ أؤمريني. بص يا عمر، انا ليا حق عند ناس، هشغلك عندهم عشان تبقى عيني هناك عليهم، عشان انا باثق فيك يا عامر. تحت امرك. تنقل لي كل كبيرة وصغيرة عنهم، وكل ما المعلومة تكون مفيدة ومهمة بالنسبة لي كل ما المعلوم كان كبير. هاي يا عامر قلت ايه؟ أنا تحت أمرك. أما أشوف. بس ما لحقتش. محمد بيه توفى بسرعة، وأنا ما عرفتش إيه اللي هيحصل معايا، وفجأة لقيتها بتكلمني وبتقول لي تعالى لي عاوزاك. خد يا عامر. لو عرفت تعمل المهمة دي ليك عندي مكافأة كبيرة قوي يا عم. تمام جدا، بقى في المكتب خلاص. يعني
الموبايل اللي انا لقيته ما كانش بتاع محمد؟ هي اديتني الموبايل وقالت لي حطه في المكتب بتاع محمد بيه، وانا سمعت الكلام وعملت زي ما هي قالت لي، بس على ما اعتقد ده مش موبايل محمد بيه. وانت حطيت الموبايل ازاي في المكتب؟ انا وانا جاي اطلب سلفة فجأة لقيت نفسي في البيت لوحدي، دخلت حطيت الموبايل في المكتب وخرجت بسرعة. انت فاهم اللي انت بتقوله ده معناه ايه؟ انت فاهم اللي انت عملته ده عامل فيا ايه؟ تقدر تواجه ليلى بالكلام ده؟ ممكن اواجه اي حد. انا من ساعة ما دخلت البيت ده وانا جوايا غدر وفيان، ما جيتش يوم لقدام، وياريتها عليا انا بس، جت عليا وعلى اهل بيتي وعلى بنتي، عشان كده مساعدة عاملاك عشان اكفر على اللي انا تاني في حضن. ممكن حضرتك تكلمينا عن دورك في الفيلم؟ دوري يا سيدي، بص انا مش عايز احرق حاجات كتير، بس اكسكلوزيف ليك وللموقع بتاعك هقولك شويه حاجات. انا هعمل دور بنت غلبانه، اهلها هيجوزوها لحد كده كبير في السن وبس عشان معاه فلوس. هو في ايه؟ انت مستغرب ليه؟ عشان الدور صعب صح؟ لا، هي الشخصية اللي حضرتك بتلعبيها دي اسمها نور. انت ايه اللي عرفها؟ بس اللي انا اعرفه ومتأكد منه كمان ان اللي بتعمل الشخصية ديت الفنانة منى نصار. لا انا اللي هعمل الدور ده. لا انت اكيد غلطان. لا يا فندم، لحظة واحدة أأكد لك. الو، ازيك يا فنانة؟ الحمد لله تمام. من فضلك ممكن سؤال سريع كده؟ اتفضل. هي الشخصية اللي انت بتلعبيها اسمها ايه؟ نور. نور دي تقرب ايه للبطل بقى؟ اخته. ايه يا ابني انت نسيت؟ اشحال حضرت التصوير ده، انا قربت اخلص. لا معلش بقى، انت عارفة دوشة الشغل بقى. طيب هكلمك كمان شوية يا فنانة، يلا باي باي يا قمر. سكتي رول ادخل كلاك. 23 واحد اول مرة. عايزة ايه؟ معايا راضي جت بره. جاي تعمل ايه دي؟ خليها تغور في 60 داهية. مش هينفع، دي عاملة زي المجانين وحالتها مش طبيعية خالص. طب بقول لك ايه، ثبتيها وانا هاخد المشهد ده وجاي وراكي. تمام. انا بقول لكم عايزة اشوفه حالا، مش بعد ساعة ومش بعد نص ساعة ومش بعد 5 دقايق، انا عايزة اشوف هشام الجمال حالا. جزمة. كت! بقول لك ايه؟ ركب عدسة 50 لغاية ما اجي. عايزة اشوف هشام الجمال دلوقتي حالا. اقفلي بقك. اقفلي بقك برضه. هي دي طريقة اتكلم بيها بطلة الفيلم الجديد بتاعك؟ بطلة مين يا بت انتي؟ انت مين عشان تشتغلي معايا؟ انت حتة كومبارس، انت فاشلة. فاشلة؟ طب لو انا ممثلة فاشلة زي ما انت بتقول، ازاي كنت هقدر اكون صاحبة هانيا الانتيم؟ وازاي هخليها تثق فيا وانقل لك كل اخبارها زي ما انت طلبت مني؟ خلاص احسن لك. ولا هتعمل ايه؟ هتجيب بطلة تانية عشان تعمل الدور غيري؟ ما انت اوريدي عملت كده. اقسم بالله هشام افضحك انت والزفتة اللي اسمها ليلى دي. انتوا واقفين تتفرجوا على ايه؟ يلا فركش. معقول يا هانيا؟ انا مش مصدقه اللي انا بسمعه ده. ولا انا مش عارفه اصدق مين ولا اثق بمين. المجنونه دي لازم تتحاسب، وعامر ده انا هرميه بايدي في السجن. لا يا عمر بلاش عامر، بالعكس يا جماعه انا حاسه ان عامر ضميره صحي وحكالي على كل حاجه. وبعدين ما تنساش ان عامر ده هو اللي انقذ بنتي من مصيبه كانت هتقعد فيها. عشان خاطري بلاش عامر. طب قولي لي يا هاني هتعملي ايه دلوقتي؟ والله ما عارفه، مش عارفه. انا عايزه اروح لليلى. عايزه اروح لها، عايزه اعرف هي عملت كده ليه؟ جابت الحاجات اللي هي تعرفها دي منين؟ انتوا فاهمين يعني ايه انا صدقتها ان جوزي كان بيخوني؟
يا بنتي مالك في ايه؟ وانت طبعا كنت عارفه كل حاجه، وقاعده انت وصاحبك هشام بتضحكوا عليا من ورا ظهري مش كده؟ اولا هشام ده مش صاحبي ومش بطيئه اساسا، ثانيا بقى في ايه مالك؟ يعني انت عايزه تقنعيني انك ما كنتيش عارفه ان هشام جايب ممثله تانية تعمل دور البطوله في فيلمه؟ ما الدنيا كلها عارفه الا انت طبعا. يعني انا الهبله الوحيده اللي مش عارفه اللي بيحصل حواليا؟ حاجه زي كده. بس انت عارفه برضو مين الهبله والعبيطه اللي مش فاهمه اللي بيحصل حواليها؟ هي اكيد مش انا، عشان انا بعرف دبه النمله اللي بتحصل حواليا. انا مش بتكلم عنك، انا بتكلم عن هانيا اللي فاكره ان جوزها كان بيخونها معاكي من كتر ما هو يا عيني بيموت فيكي، وهو اصلا ما كانش بيطيقك وما كانش عارف يتخلص منك ازاي. انا مش فاهمه انت عايزه توصلي لايه بالظبط. انا عايزه اقول لهانيا على كل حاجه عشان تفضلي انت العبيطه الوحيده اللي اتحوست براجل متجوز وما عرفتش تجر ناحيتها. قسما بقيتي ليه لو فتحتي بقك كفايه ما تعرفيش ايه اللي هيحصل لك. كفايه كفايه تهديدات انت وهشام عاملين نفسكم مافيا وانتوا اصلا ولا حاجه. بس فيها يا بت بتلمي نفسك، صوتك جايب اخر الشارع. ايه يا رفيق ما تعقلي كده عشان اعرف اتكلم، ولا انت ايه رايك؟ انا بقول كده برضه. ايه قالت اهي؟ حلو قوي، العصابه اتلمت اهو، الا لو كان في حد تاني بتشغله معاك وانا معرفوش. بقول لك ايه يا يارا، ما تهدي كده عشان نعرف نتكلم بعقل. عقل ايه اللي انت بتتكلم عنه؟ ولا انت خدت لك خمس دقايق فكرت وتاكدت ان انا هعرف اخربها على دماغكم انتوا الاثنين، وجاي تقول لي على دور ولا حاجه جديده وفاكرني هسكت؟ طب والله ما هسكت، وهقول كل حاجه لهانيا، هقول لها على كل حاجه عملتوها انتوا الاثنين، ازاي ضحكتوا عليها وخليتوها تشك في جوزها وتصدق خيانته. وعلى فكره اللي عملتوه ده اسمه نصب واحتيال، وعادي جدا تدخلوا السجن بسببه. لا لا لا، وانت بقى الكيوت الطيبه اللي فينا، على فكره انت اوسخ مننا وبكتير كمان، انت بقيتي صاحبتها انتمتها ودخلتي بيتها ونقلتي كل اسرارها وسلمتيها للبيه، ولا نسيتي دي؟ طب وانا عايزه اصلح غلطتي وهروح اقول كل حاجه لهانيا. استني بس راح فين جنجي؟ اهدي بس عشان نعرف. خلاص بقى شيل ايد. ايه ده؟ انتي واقفه هنا من امتى؟ عايز تعرف سمعت قد ايه؟ لا طبعا عادي، يعني مفيش حاجه. طمن نفسك، انا سمعت كل حاجه، سمعت اللي يخليني اعرف قد ايه انت انسان واطي وحقير. فعلا محمد كان عنده حق يكرهك. هاني انا ما كدبتش عليكي، انا بحبك وعايز اتجوزك دلوقتي. اه فعلا هو عمره ما كدب عليكي، الا لما بعت ليلى عشان تخطف جوزك تخرب لك بيتك عشان يعرف هو يتجوزك، غير كده لا ما عملش حاجه. لا ما تصدقهاش، دي واحده مجنونه وبتخرف. لا هو كده بقى كله بيخرف. انيا بقول لك ايه، انا افتكر ان كده الموضوع واضح جدا، استاذ هشام مهووس بيكي قوي، فيعمل ايه؟ يروح يجيب واحده مجنونه ومريضه زيه بالظبط علشان يوصل اللي هو عايزه. وايه اللي هو عاوزه؟ كل اللي عمله ده عشان يوصل لنا ليه يا هشام؟ ليه وصلت بيكي الوساخه انك تنهش في لحم واحد ميت عشان توصل لي؟ اه بحب. شفت بقى انت غاليه عندي قد ايه؟ انت طايق نفسك ازاي؟ قادر تعيش بالشكل ده ازاي؟ اطمن نفسك، انا هعرف اصالح جوزي محمد اللي مات، وهعرف اعوض ولادي عن كل لحظه قضوها من غيري، لكن انت يا حبيبي هسيبك فوق حتة تانية خالص عند ربنا. انا واثقه ان هو هيجيب حقي وحقه منك. محمد كان بيحبني انا وعايز يتجوزني، لولا اللي حصل كان هيعلن ده للعالم كله، وانا اثبت لك ده بنفسي. انت تخلصي خالص، اسكتي، محدش يجيب سيره محمد، كفايه. انا خلاص عامر حكالي على كل حاجه، لا انت ولا هو هتعرفوا تضحكوا عليا، كل اللي انتوا بتعملوه تعرف خلاص. ما في حاجة واحدة بس عايزة أعرفها، وأنت اللي هتقولها لي. الحكاية ابتدت إمتى؟ ابتدت إمتى يا هشام وزهي؟ بصي بقى لولا، أنا جاي أعمل معاكي دي الحلو. وإيه الدين الحلو ده بقى؟ أنت فاكرة لما كنا مرتبطين
كانت مشكلتي الحقيقيه ان انا دايما بقارن بينك وبين واحده انا كنت بحبها، هانيا، انت عارفاها. عقدة المراهقه يا مراهق. يا متخلفه مش مراهقه، كانت خطيبتي. ما تنجز يا عم، عايزني اعمل لك ايه؟ مش فاهمه يعني. الصراحه انا بحبها وعايز اتجوزها. طب ما تروح تتجوزها، وحد منعك؟ اصلها متجوزه وبتحب جوزها. تكون عايزني اقتل لك جوزها. بص يا بابا، لو عرفت تجيب رجل الراجل ده هحط تحت رجلك اي رقم انت عايزاه. طيب انت كده شجعتني ان احنا ناخد كافي ونتكلم شويه. لا انا اسف، انا جاي هنا عندي ميتنج. ايه رايك في المفاجاه دي؟ ايه ده؟ انت لحقت تنساني ولا ايه؟ انا ليلى. لا ما لحقتش الحقيقه، بس ما توقعتكيش. لا عايزاك تتوقعني كتير قوي الفتره اللي جايه. حلوه قوي الصوره دي يا شيخ. حرام عليكي، دي وحشه قوي. انا كان عندي بروز في البيت رميته في الدولاب. لا بجد خساره، دي حلوه قوي. ميرسي. هو انت متضايق ان انا واقفه معاك؟ لا مش موضوع متضايق، بس يعني مستغرب شويه. هي دي صدفه؟ القدر ما بيجمعش اتنين صدفه من غير سبب. صح، كل حاجه بتحصل في الدنيا ليها سبب. بص اللي انا هقوله لك ده يعني غريب شويه، بس هي دي الحقيقه. محمد انا اعجبت بيك من اول ما شفتك. تقدر تقول كده حبيتك من اول ما عيني جت في عينيك. هي دي الحقيقه يعني. انت الايدول اللي كنت بدور عليه طول حياتي. تقدر تقول كده فارس احلامي. مش طالبه منك غير انك تدينا فرصه نقرب من بعض شويه. طب بص يا ليلى، اول حاجه انا راجل متجوز. تاني حاجه انا بحب مراتي جدا. ممكن اكون بحب مراتي اكتر ما بحب عيالي اصلا. او زي بعض. اللي بتفكري فيه واللي في دماغك ده عمره ما هيحصل. وتحس كده ان هو راجل مختلف. هتحس كده ان هو عاقل وتقيل وشيك ورزين. ده كفايه اخلاصه لمراته. حلو يا لولا، باين عليكي حبتيه. وماله؟ بتحبيه؟ كده بقى لو جبت الراجل ده يبقى حب وفلوس، وتبقي عملتيها يا لولا، عملتي الصح. اوعى تتخض. ايه ده؟ ما تخافش يا ليلى، في ايه؟ انت دخلتي عربيتي ازاي؟ ما فيش يا سيدي، قلت للسايس ان انا مراتك وعامله لك سربرايز واديته 100 جنيه ودخلني قعدني جوه العربيه. يا بنتي انت مجنونه؟ هو انت مراقباني ولا انت عرفتي انا فين اصلا ازاي؟ انا مش مراقباك ولا حاجه، انا عارفه عنك كل حاجه اصلا. انت بتعملي ايه؟ استنى بس، عربيتك ضيقه كده ليه؟ عربيتي ضيقه ايه وبتاع ايه؟ بص بقى ما تحرجنيش اكتر من كده. يعني بجد انا مش عارفه، انا جوايا مشاعر كده مش عارفه احبسها، بتصرف تصرفات عارفه ان هي مجنونه. يعني هقول لك حاجه مثلا، انا قاعده في العربيه بقالي نص ساعه مش عارفه اخد نفسي حتى. شكلي اهبل صح؟ بصي يعني انا لحد دلوقتي مش عايز اتصرف تصرف يضايقك، ومش عايز اقول لك كلام قاسي، يعني مش عارف اعمل معاكي ايه، بس انا اللي انت بتعمليه ده مش هيوصل لحاجه، فاهمه؟ هو انا وحشه قوي كده في نظرك؟ يا ستي انت احلى واحده في الدنيا، واي راجل في الدنيا هيتهبل عليكي وهيتمناكي، بس انا ظروفي مختلفه، فاهم حاجه ولا ايه؟ ما انت كويس اهو، امال مالك بقى؟ كويس. انت بتعملي ايه؟ ايه حشيش؟ ما بتحبش الحشيش ولا ايه؟ يا نهار اسود. هو ده بيتك؟ يس. طيب اتفضلي. لا اطلع معايا شويه. اطلع معاكي فين؟ اطلع معاكي فين؟ ابوس ايدك، كفايه سجاره الحشيش شربتيها لي، انا ما شربتش من ساعه ما اتجوزت، وبعدين ايه موضوع الصوره اللي صورتيها لي دي؟ امسحيها لي لو سمحتي. لا دي بتاعتي انا وبس. انت بتعملي ايه؟ بحط لك رقم. رقم ايه؟ رقمي، رقمك اصلا معايا. معاكي. انا واثقه ان علاقتنا هتبتدي من النهارده. بدايه علاقتنا ايه ونهايه علاقتنا ايه؟ انت مجنونه يا بنتي، انت طلعتي لي منين؟ اتكلي على الله يا ماما. اتكلي على الله لو سمحتي، انا دايخ اصلا يا رب اعرف اروح. يلا اللي اتكلي على الله، ده انا بشحت منك ولا ايه؟ معلش انا اسف، اتفضلي. هستنى تليفونك. يلا اقف هناك بقى كده، اقف هناك وابصيلك الكوره. يلا محمد بيه. ايه يا جابر في ايه؟ في واحده عايزه حضرتك بره. واحده مين؟ هي بتقول اسمها ليلى. طب اطلع قول لها نايم، ما تكترش معايا في الكلام. يلا حاضر.
محمد انت جيت عشان تشوفني صح؟ انا وحشاك زي ما انت وحشني صح؟ ازاي دي؟ انت ازاي تجيلي عند بيتي؟ وعرفت عنواني ازاي؟ ما انت عاملي بلوك اوصلك ازاي يعني؟ تصرف زي ده كان ممكن يدمر لي حياتي. اوعى تكوني فاكره ان انا حياتي لما تتدمر حاجه ترمي في حضنك. بالعكس انا مش هيبقى ورايا اي حاجه في الدنيا دي غير ان انا ادمر لك حياتك. بس انا بحبك يا محمد، ليه مش قادر تحس بيا؟ ليه مش قادر تفهمني؟ وانا مش هتكلم في الموضوع ده تاني. بص يا ليلى، انا لحد دلوقتي مش عايز اتصرف تصرف يزعلك. انت بتعمل معايا انا كده بعد كل اللي انا عملته علشانك؟ جاي تهددني ببيتي يا محمد؟ انا مش بهددك، انا بعقلك. وانا مجنونه يا محمد، والمجانين ما بتتعالجش. وانا ما عنديش كلام تاني اقوله. لو عايزه حياتي انا وانت ترجع ستيبل زي ما كانت، يبقى لازم تنفذي اللي بقولك عليه بالحرف الواحد. ده عشانك انت قبل ما يكون عشان انا، عشان احنا الاثنين. محمد مات خلاص، السكه قدامك مفتوحه. محمد الله يرحمه كان بيكرهني جدا زي ما انا بكرهه بالظبط. سبحان الله، القلوب عند بعضها. وطبعا هانيا بعد ما مات هتعمل مخلصه ومش هتدخل في علاقه بعد موت محمد على طول، وخصوصا معايا انا لانه كان بيكرهني. الا اذا بقى عرفت ان محمد كان بيخونها، وبيخونها مع واحده بيحبها كمان، ساعتها هتدخل حياتها كده. طب ايه هتخسري ايه؟ من غير بقى ان انا هديكي فرصه تنتقمي من الست اللي عقدتك في حياتك، وما اديتكيش فرصه انك تسمعي كلمه واحده حلوه من الراجل اللي انت حبيتيه. يا لولا دي شكتك في نصتك تناسيه تكلمه. دي اكتر ست انا بكرهها في الدنيا دي. وانا بقى ما بحبش في حياتي غيرها. يعني انت هتاخدي الفلوس وتنكدي عليها، وانا هاخدها في حضني واطبطب عليها. دي الحلوه لولا، حلوه الفكره حلوه. سامحني، خفف عليا لان عمري ما هسامح نفسي. قد ايه نفسي اشوفك واخدك في حضني واعيط. انا غلطت كتير يا محمد، غلطت في حقك وحق ولادي وحق نفسي، بس والله كانوا اقوى مني، استغلوا ضعفي وقهرتي عليك وصدقته. انا بلوم نفسي طول الوقت وبدعي ربنا يغفر لي، لانه حتى لو كنت غلط ايه كان ذنب ولادي؟ لازم أكون أقوى من كده وأواجههم أكتر من كده. بس ربنا اداني فرصة تانية، كشف لي كل حاجة حتى التفاصيل الصغيرة اللي لعبوا بيها على دماغي، فسرتها لي يا رب. تتعبني أكتر وحسسني قد إيه أنا أجرمت في حقك، بس أنا واثقة إنك دلوقتي مرتاح، وأنا وعدك إني هرجع هانيا اللي أنت حبيتها. هرجع أم وزوجة لا حبت ولا هتحب غير جوزها. أشوفك قريب يا حبيبي.